أكثر من 60 سنة تميزت فيها عائلة عمار أبو أشرف بعلاقتها الوطيدة بالتسجيلات القديمة العراقية والعربية والعالمية وجمعها وتصنيفها، حتى باتت هذه العلاقة مهنة التصقت بتاريخهم حتى اليوم. والدي يعتبر من الصف الأول للسامعين الطرب الشرقي الأصيل، وكان دائما يجمع كل نادر ونفيس، وجمع أكثر من 1000 تيب اللي هو هذا 1000 تيب، وأكثر مسجلات الكرونديك والأليزابيث وريفيرا، الماركات المشهورة حين ذاك. وبالرغم من ثورة الشبكة العنكبوتية التي أثرت سلبا على كل ما هو تقليدي، يواصل عمار في محله بشارع الدواسة في الموصل مزاولة مهنته بشغف التي لا يمكنه التخلي عنها. التقنية الحديثة اللي هي خاصة شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو الانترنت اللي حد وحجم هاي المهنة أكثر من 90%، فبقانا 10%. هذا المجال هو اللي قاعد نعمل به حاليا عن طريق بعض الذواقين القدامى اللي يقتلون المواد القديمة والنادرة. أكثر من 40,000 ساعة من الأناشيد والموسيقى يملكها عمار في محله الذي يكافح للبقاء. محلنا واللي هو تجارة الربيع يمتلك أكثر من 40,000 ساعة تجمع بين النفايس والفن العربي والعراقي الرفيع، يتميز بالموروث المقام العراقي والشعبي اللي هو الريفي، ثم الأغنية الحديثة هي أغنية المدينة، إضافة إلى الأغنية الموصلية اللي هي طبعا تختص مدينتنا اللي تختلف عن باقي كل اللكنات المحافظات اللي احنا نتميز بها، اللكنة الموصلية. ويرى عمار أن مهنته ومحله الباقي حتى اليوم يحتاج لدعم كبير ليتابع مسيرته في خضم المنافسة الكبيرة التي باتت الرصانة عنوانها العريض.